ahora en los portadores como al cabo el clima y yo por tanto el fin de día se lo veo solo que ya lo tomo los más pero como no hago falta un poco الناس اللي يتم الجيت مدرس اللغة في القاهرة متخصص في الأنثروبولوجي تخصصي الأول طبعا أنا خريج كلية علوم جامعة القاهرة تخصصي بيولوجي وتخصصت بقى في الأنثروبولوجي أو الفيزيكال أنثروبولوجي بقى لي 15 أو 16 سنة دلوقتي من سنة 2002 من ساعة التخرج من الكلية وبصراحة هو مجال شيق جدا يعني إن شاء الله هعرض على حضراتكم دلوقتي وهتشوفوا الموضوع وأهميته إيه المجال بيتعامل مع كل حاجة، كل حاجة في العلم ممكن نتعامل بيها أو معظم المشكلات اللي بتقابلنا في مجتمعنا معاصرة أو قديمة نقدر نتعامل بيها بالخريطة من خلال العلم. وطبعا هينصب كلامنا شوية النهاردة علشان موضوع التخصصات طبعا حضراتكم والسياحة ومجال السياحة، فهنحاول نشوف إزاي نوظف علم زي ده إن هو يخدم مجال من المجالات الهامة جدا في مصر زي مجال السياحة. فإن شاء الله يكون المحاضرة بتاعتنا عن دور علم الأنثروبولوجي في دعم السياحة في مصر، سياحة الآثار الحيوية النموذج اللي احنا هنتكلم عليه. طبعا أول في بداية كلامنا لازم نعرف إيه هو الأنثروبولوجي، إيه هو العلم ده اللي احنا هنتكلم عليه. أولا علم الأنثروبولوجي بالنسبة لتعريفه هو بشكل بسيط هو علم الإنسان. علم الإنسان التعريف مشتق من المصطلح، فهي كلمة أنثروبولوجي هي كلمة يونانية في الأصل بتنقسم لشقين أنثروبس، أنثروبس معناها مان أو هيومن هو الإنسان، ولوجي أو لوجس اللي هو ساينس العلم. عشان كده التعريف جاي من مصطلح ذا ساينس أوف مان أو علم الإنسان. لكن كل العلوم تقريبا اللي موجوده في الدنيا هدفها الرئيسي او هدفها الاسمى هو خدمه الانسان، ازاي تخدم الانسان تحل مشاكله وتطور الانسان. فايه اللي بيميز العلم ده عن غيره من العلوم؟ اي علم عشان يستمر قائم او اي تخصص عشان يظل قائم لازم يكون في ميزه بتميزه عن العلوم الاخرى او حاجه تخليه مستمر. الحاجه دي ان المجتمع او الناس او السوسايتي اللي هو موجود فيه يكون في حاجه للعلم ده. اللي بيميز العلم ده اللي هو علم الانثروبولوجي عن غيره من العلوم ما نطلق عليه الهوليزم او الهوليستيك فيو. الهوليستيك فيو معناها النظره الشامله او النظره الشموليه. النظره الشامله هي بنقصد بيها طريقه تعاملنا او طريقه تعامل العلم ده مع المشكلات او القضايا اللي بيدرسها او بيتعامل معاها. المقصود بالهوليستيك فيو ان انا لما بتعامل مع مشكله مش بس باخدها من الناحيه الصغيره من الاسكوب الضيق بتاعها، انا بشوف كل ما يحيط بيها ازاي ياثر في المشكله دي. على سبيل المثال لو انا بتعامل مع مشكله انتشار مرض معين في مجتمع من المجتمعات، كانت النظره السائده في الاول ان انا اتعامل مع المرض ده ايه اسباب العدوى اللي موجوده في المجتمع؟ ايه الحاجات اللي بتسبب المرض ده من النواحي البيولوجيه؟ دايما احنا عندنا فكره الصحه والمرض مرتبطه بالعدوى، حاجه مرتبطه بالبيولوجي بتاع الانسان. كلها حاجات حيويه. لكن لما باجي اتعامل مع المرض من منظور انثروبولوجي مثلا، لا ده انا بشوف ايه العوامل الاجتماعيه الموجوده في المجتمع ده، ازاي الظروف الاجتماعيه الانسان ده بيعيش فيها ممكن تسبب المرض، ازاي الوضع الثقافي بتاع الشخص ده من دار ما عنده من ثقافه يكون عامل من العوامل اللي بتؤدي للمرض ده، ازاي البيئه اللي هو عايش فيها ممكن تكون بيئه صالحه او بيئه غير صالحه للمعيشه وبالتالي كانت احد اسباب المرض ده. فانا لما بدرس الظاهره بتاعتي مش باخدها كظاهره مجرده، لا ده انا بحاول اربطها بكل ما يحيط بيها من ظواهر ومن عوامل ممكن تكون سبب من الاسباب المؤديه للمشكله او للظاهره اللي انا بدرسها بعين غير المتخصص هيكون الموضوع بعيد خالص، يعني مفيش طبيب مثلا هيفكر في المرض ان ده سببه حاجه اجتماعيه او حاجه اقتصاديه او حاجه نفسيه، لا الطبيب بيدور على بيسمع العرض او بيشوف العرض وبعدين بيدي علاج للمرض بس، لكن مش دوره يدور على سبب المرض ده ايه، عمره ما هيفكر في كده. لكن في الانثروبولوجي في ناس متخصصين في النواحي البيولوجيه اللي بيدرسوا المرض في اطار كل ما يحيط به من عوامل اجتماعيه، ثقافيه، دينيه، عقائديه، سياسيه، انا بربط ده بكل الحاجات دي. ودي طبعا بتوسع لي المدارك بتاعت الظاهره اللي انا بدرسها وبالتالي بتسهل لي اكتر عمليه الحل. لان ممكن اكون انا ماشي في سكه للحل مش هي السكه الصحيحه، لان مش هي دي السكه اللي سببت الحاجه المشكله.
لو انا درستها بالنظره الشامله او الهوليستيك فيو اللي انا بتكلم عليها يسهل لي الوضع ووضع يختلف. ايه المقصود بقى بالسكوب؟ اي علم في الدنيا، اي تخصص، كيمياء، فيزياء، بيولوجي، احياء، رياضه، اي حاجه ليها حاجه اسمها سكوب. السكوب او بنقول عليه المجال البحثي او مجال الدراسه. السكوب بينقسم لحاجتين. الحاجه الاولى سكوب اوف تايم اند سكوب اوف بليس، زي ما بنقول عليها سبيس اند تايم. طيب بالنسبه لعلم الانثروبولوجي، ايه المجال الزمني؟ المجال الزمني معناه ايه؟ هو الزمن اللي انا اقدر ادرس فيه العلم ده. يعني عندي ظاهره معينه، عندي مشكله، عندي قضيه في المجتمع، عايز ادرس القضيه دي، هل ادرسها في الماضي ولا في الحاضر؟ هل ليها علاقه بالمستقبل؟ زي وانا بتكلم عن السياحه دلوقتي، انا بتكلم عن اسباب تاخر السياحه في مصر او المشكلات اللي بتواجه السياحه في مصر. هل هي كلها حاجات ريسنت وليدة اللحظه ولا ليها جذور تاريخيه؟ ليها حاجه هيستوريكال. التاريخيه معناها ما سبق، يعني من امبارح بالنسبه لنا بقى تاريخ. في حاجات حصلت امبارح ادت للوضع اللي احنا فيه النهارده، وكل امبارح والنهارده هم اللي هيخلوا بكره شكله عامل ازاي، اللي هي التنبؤ بالمستقبل. فالسكوب بتاع الانثروبولوجي، المجال اللي احنا بنشتغل بيه، هو بيدرس الزمن الماضي، وده طبعا عن طريق مجموعه من العلوم المتخصصه زي ما هنشوف في التقسيمه، اهمها علم الاثار. بيدرس مشاكل وبيدرس ثقافات المجتمعات اللي كانت عايشه في السابق. ده بالنسبه للسكوب في الباست او في زمن الماضي. وفي ريسنت طبعا اللي هو المعاصر اللي احنا عايشينه، ودي مجموعه كبيره من العلوم زي الانثروبولوجيا الثقافيه والاجتماعيه والدينيه والسياسيه وانثروبولوجيا السياحه وانثروبولوجيا الطبيه، مجموعه كبيره من المجالات اللي بتدرس القضايا المعاصره بتاعه الليفنج سوسايتيز، المجتمعات عايشه معانا دلوقتي. وبنستخدم المشكلات او بنستخدم ما حدث في الماضي عشان يساعدنا في حل المشكلات في الحاضر، ويخلينا نتنبأ بما سيكون عليه المستقبل. وبالتالي يبقى السكوب الزماني بتاع الانثروبولوجي هو الماضي والحاضر، واستخدام الاثنين مع بعض من اجل خدمه المستقبل. طيب بالنسبه للسكوب المكاني بقى، ايه السكوب النطاق المكاني اللي اقدر ادرس فيه انثروبولوجي؟ يعني ايه المكان اللي اقدر اروحه واقول انا هعمل هنا دراسه انثروبولوجيه؟ المكان اللي انا اروحه هو اي مكان عاش فيه الانسان او ما زال يعيش فيه. إن كان عاش في الماضي فإنه ترك خلفه أمر يدل على وجود، زي الآثار. إحنا عرفنا إن القدماء المصريين كانوا عايشين في المكان ده من الأثر اللي هم سابوه، سواء كان الآثار دي حاجة فوق الأرض أو تحت الأرض أو بقايا حتى بشرية، عظام ومومياوات والكلام ده. فوجود الأثر دليل على إن كان المكان ده فيه إنسان، وطالما كان فيه إنسان أقدر أدرس أنثروبولوجي، لأن الأنثروبولوجي هو علم الإنسان.